حبيب أنت يا أحد، بذكرك يذكر المجد، وفي أكنافك السعد، وفي أرجائك النصر. أهلا ومرحبا بكم في جبل أحد. دكتور، هذا الجبل العظيم جبل أحد نود أن تحدثنا عنه، نبغى نتعرف أكثر عليه. جبل أحد جبل مبارك فضيل، ورد ذكره في عدد من الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما روي في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فطلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. وجبل أحد جاءت في فضائله العديد من الحديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحد جبل من جبال الجنة، وعلى ترعة من ترع الجنة، وعلى باب من أبواب الجنة. قال أحد المحدثين أن هذا الحديث إسناده حسن، وأتى من طرق هو بها حسن. وقد خطبه النبي صلى الله عليه وسلم خطاب من يعقل وخطاب من يسمع، فلما صعد عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، اهتز بهم الجبل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد. خطبه بصفة العاقل، بصفة العاقل، وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيدان، فكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث على ما فيه من فضيلة لجبل أحد، ففيه نبوءة من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن عمر وعثمان رضي الله عنهما ماتا شهداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجبل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم به الأمثال في عدد كثير من الأحاديث النبوية، من ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: يا رسول الله، وما القيراط؟ قال: القيراط مثل جبل أحد في الأجر. دكتور، القادم إلى المدينة المنورة يشاهد هذا البهاء وهذا الجبل الجميل، هذا الجبل العظيم، جغرافية هذا الجبل. نعم، القادم من المدينة يبرز له جبل أحد بروزا شامخا عظيما، كأنه بيستقبله. نعم، كأنه استقبال للقادم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى من سفر فرأى جبل أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، فيبادله بالمحبة بمجرد أن يراه، وكأن جبل أحد أيضا يبادل الزائر المحبة. ولذلك روى ابن شبة بسند صحيح، بسند رجال وثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر قال: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. فالقادم يستشعر هذه المحبة، وكأن جبل أحد أيضا يستشعر الحب هذا الزائر إلى المدينة المنورة. أما موقع جبل أحد الجغرافي فهو يقع شمال المسجد النبوي، ويبعد عنه بحوالي 5 كيلومترات. وأما أطواله وأعراضه فإن طوله يمتد من 6 كيلو إلى 7 كيلو، وارتفاعه عن سطح البحر 1077 متر، وأما عرضه فيمتد من 2 كيلو إلى 3 كيلو. كتلة جبلية كبيرة والله. نعم، كتلة جبلية عظيمة. وجبل أحد ذو قمم متعددة، الناظر إلى جبل أحد يظنه أنه جبال عدة، ولكنه في الحقيقة جبل واحد. هناك الكثير من الصخور البازلتية في هذا الجبل، نبغاك تكلمنا دكتور عن هذه الصخور وميزتها. أما جبل أحد فأغلب صخوره من الجرانيت الأحمر، وبعض الأجزاء منه تتكون من الخضرة ومن السواد الداكن. دكتور، أنت معروف بالكسرات، نبغى نسمع منك كسرة في ختام البرنامج. الله يبارك فيك. يقول: أهل المدينة عليهم نور، وأهل الحرم نورهم زايد، صلوا على المصطفى المنصور، شافع مشفع لنا قايد، عليه الصلاة والسلام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه.